1400 درهم غتاخذ لك جاكيت جي ام اس عند طاطا سيكل الاخوان لا كاليتي شي حاجه ناضيه. شوف معايا انا اللهم بارك شي حاجه ناضيه طوب. هنا ريجلات كما كتشوف معايا كتريجلو على حسب العبار اللي بغيتي. هنا كذلك هو مثال في هاد البلايص هما الزيوبه اي حاجه حساسيتيها في هاد الجاكيت كاينه هنا. كاينين لي بروتيج كما كتشوف معايا لي بروتيج سيليكون كاين حتى هنايا في هاد البلاصه هادي شي حاجه مخدومه الاخوان الكاليتي. شوف معايا كي كتجي جاكيت ناضيه 1400 درهم. اجي معايا نشوفوا الجاكيت ديالنا كي دايره من الداخل كتجي على هذا الشكل هذا. شوف معايا الخدمه ديالها هاد البلاصه هادي كدار على قبل الا بغيتي تلبس معها السروال ديالها كما كتشوف معايا هنا بلاصه التليفون ديالك ها هي تحط التليفون اولا اي حاجه بغيتي. كذلك هنايا كاين جيب اخر تقدر دير فيه الوراق دير فيه اي حاجه احتاجيتيها اللي تحتاجها ها هو. الخدمه ديالها من الداخل كما كتشوف راه مخدومه مزيانه الاخوان. هذه كتصنع في باكستان كتوجه لالمانيا كتصنع في باكستان ولكن كتوجه لالمانيا. هنا كما كتشوف كيتحلوا هادو على حساب البرد وقت الصيف تقدر تحل هادو يدخل البرد هنايا يعني كتستعملها في البرد وفي الصيف. انا كذلك اللي دينا هما شي حاجه مخدومه الاخوان من اللور. كذلك كاين هذا السيستم هذا هنا على حساب كذلك الا بغيتي تدخل البرد هنايا شي مخدومه مزيان اللوغو ديالها هنايا. هادو ريغلابل كما شفنا في الاول ديال الفيديو يعني جاكيطه الاخوان ديال 2000 درهم غادي تاخذها عندنا شي حاجه مخدومه ناضيه غادي تاخذها عندنا فقط ب 1400 درهم ثمن شينوا في المغرب. بالنسبه للتوصيل راه كاين لجميع المدن المغربيه. بالنسبه لي طاي كذلك راه فيها السمول الميديوم واللارج وتا الاكس لارج. اي طيب بغيتيها تقولها لينا نصيفطها لك ما عندناش المشكل. المحل ديالنا كيتواجد سيدي مومن في الدار البيضاء بالضبط حدا المقبره ديال سيدي مومن. تحيه لكم ومرحبا بكم جميعا.